بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد معكم أخوكم علي الزائر نكنيم ويف دونر. اليوم بنشرح طريقة استخدام فلتر اللوب ماش اف اكس. الفلتر هذا مفيد علشان نعطي يعني انهاسمنت أو انفعال أكثر للإيقاع، يعني تغييرات في الإيقاع على حسب التوزيع اللي أنت معه. أنا عندي هنا لوب إيقاع وعندي الفلتر هنا في الانسرت. طريقة التعامل مع الفلتر، نضغط الرايت الاوتوميشن هذه وتسمع الايقاع وتختار الحركات اللي انت تبغاها. جدا بسيط اسلوب التعامل معه. نسمع لها ونشوف. مثل ما شفنا شباب، الطريقة سهلة في التعامل، وبرضو الاوتوميشن هنا عندنا مسجل. لو حاب يعني تغير وتعدل، فبكل سهولة ممكن انك تجي هنا للاوتوميشن لاين، هنا المسميات تبعها، وهنا الفاريشن اللي عملناها. الطريقة هذه نقدر نعدل عليها برضو. يعني مثلا هذا تقدر تغير موقع، برضو جدا العملية سهلة في المعنى شايفين. برضو تقدر تحذفها وهكذا. أتمنى يكون المقطع خفيف ولطيف وإن شاء الله مفيد. تحية مني لكم إن شاء الله. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.